أهلا بعودتكم مشاهدينا الكرام، نتابع معكم نشرتنا المسائية. ذبح الأضاحي والهدي من المناسك التي يؤديها حجاج بيت الله الحرام، وهذا يتطلب إمكانيات بشرية ومادية هائلة لضمان الذبح الصحي والآمن. تقريرنا التالي من العاصمة المقدسة يلقي مزيدا من الضوء على هذا الموضوع. استقبلت المجازر ووحدات الذبح في المشاعر المقدسة اليوم الأضاحية وسط استعدادات متكاملة للطلبات المتزايدة للحجاج على لحوم الهدي والأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وكانت الأمانة قد هيأت منذ وقت مبكر 5 وحدات للذبح في منطقة المعاصم تبلغ الطاقة الاستيعابية لها أكثر من 1,500,000 رأس من الأغنام والجمال والأبقار، وهي مجهزة بأحدث ما توصلت إليه المسالخ والمجازر من الأجهزة والآليات التكنولوجية الحديثة. الواقع نحن لدينا مسلخان، مسلخ في جنوب مكة المكرمة في منطقة الكعكية، ومسلخ في شرق مكة المكرمة في منطقة الشرايع أو المعاصم، إضافة إلى أن هناك أعدادا من المسالخ المؤقتة والمطابخ التي نقوم فيها بالإذن في يوم العيد وأيام التشريق 3. هذه المسالخ كما ذكرت تشرف على الذبح الصحي الآمن لحوالي ما يقارب أو ما يزيد على 1,000,000 ذبيحة، إضافة إلى كون الأمانة تشرف على أعمال النظافة في مسالخ مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي، مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي. هذا المشروع الجبار الذي يشرف على 8 مسالخ، هناك 8 مسالخ تابعة للمشروع تشرف أمانة العاصمة المقدسة على عملية النظافة في هذه المسالخ، وأيضا هذا يتطلب إعدادا مبكرا من حيث البدء بإعداد العقود ومن ثم طرحها في مناقصة عامة، إضافة إلى إعداد عملية التخلص من النفايات. لك أن تتصور فقط فيما يذبح في المسالخ التي يشرف عليها البنك الإسلامي للتنمية، وهي مسالخ مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، 8 مسالخ تقوم بذبح ما يقارب 850,000 رأس. وحرصت أمانة العاصمة المقدسة على توفير أداء هذه الشعيرة بطريقة صحية وميسرة للحجاج، وإبعاد كل ما يمكن أن يتسبب في التلوث البيئي أو الأمراض من جراء الذبح العشوائي. كما أوجدت الأمانة 57 نقطة تفتيش على مداخل المشاعر المقدسة لمنع تسرب المواشي للمنطقة وحجز المتسرب منها بالأحواش المخصصة لذلك وتطبيق التعليمات بحق المخالفين. وقد تم توزيع نقاط التفتيش بشكل جغرافي لمراقبة وتنظيم دخول المواشي لوحدات الذبح ومنع المتسرب منها وحجزه في الأحواش المخصصة. للأخبار عبد العزيز العيد، مشعر منى.